السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة إنقاذ التصوير بالمصري. معاكم أحمد فتحي، وحلقتنا النهاردة عن لينس محدش اتكلم عنها كتير، ولينس يعني اون ذا بادجت زي ما بيقولوا، أو في الفئة السعرية المناسبة، وهي التامرون 35 ملي اف 2.8 فور سوني. بس قبل ما نبدأ خلينا نصلي على النبي ويلا بينا. تامرون 35 ملي اف 2.8 وهي لينس من اللينسات السيريس نازلة مع بعضيها من تامرون، وهي 20 ملي 24 ملي 35 ملي وكلهم اف 2.8 وكلهم نفس الشكل وكلهم نفس الفلتر سايز وكلهم يعتبر فئة سعرية متقاربة جدا، وهي من الفئة السعرية الاقتصادية من تامرون. مبدأ اللينس زي ما احنا قلنا بعد بعد 35 ملي فتحة حدسة اف 2.8. حجم اللينس يعني يعتبر مناسب، لا كبير قوي ولا صغير قوي. وزن اللينس خفيف، وده راجع بسبب تصنيع اللينس من البلاستيك، البلاستيك النظيف، يعني تامرون بتصنع من بلاستيك نظيف، فده مخلي وزن اللينس خفيف قوي، ودي حاجه حلوه لو انت بتركب اللينس على الكاميرا وبتمشي مسافات طويله او بتشيل الكاميرا وقت طويل، فمش هتحس بحاجه. هو وزنه يعني جرامات، يعني مش عارف وزنه ايه بس هو خفيف جدا. اللينس ده اغرب هود ممكن تشوفه بالنسبه لللينسات الفئه السعريه دي، الهود لينس اللي عامل كده ده، اعتقد شايفه بوضوح دلوقتي. بيقلدوا فيه لينسات هاي اند من سوني او غالبا من زايس. المهم في لينسز يعني بيكون الهود بتاعها بالشكل ده، فعاملين حركه صايعه ان هم حاطين الهود بتاع اللينس دي كانه زيهم اللينس من غير الهود اهو. مقاس الفلتر 67 زي ما احنا قلنا من شويه، والفوكس رينج هنا مش جلد، فوكس رينج هنا بلاستيك بس شكل الجلد، وبرده هو ناعم بس لسه ليه بعض عيوب، خليني عليكم في اخر الفيديو بس نتكلم في المميزات الاول. طبعا اف 2.8 دي فتحه عدسه واسعه وكويسه، بتدخل اضاءه كويسه، خليها لينس او مديه قيمه لللينس. اللينس ده ويذر سيلد برده، وفي من جو من ورا الماونت بتاعه معدن، وفي جلد على الماونت، ده حاجه كويسه جدا. برضو قلنا ويزر سيلد، ما تجيش تحط اللينس في ميه وتقول لي هو ويزر سيلد ازاي، لا ده هو ويزر سيلد من تراب الجو او من رذاذ الميه، بس ما تغرقوش وتقول لي اللينس باظ. اللينس ما فيهوش اي زراير، ما فيش اي حاجه فيه خالص. اللينس هو الاوتو فوكس والمانوال فوكس بتوعه من الكاميرا، بتظبطهم من الكاميرا. من افضل مميزات بقى اللينس ده ان اللينس ده فيه خاصيه الماكرو، ان انت بتقرب قوي 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 وبتقدر تاخد صور كلوز لبعض المنتجات مثلا او حاجات قريبه، بس مش ماكرو قوي قوي ان انت تخش جوه المنتج او جوه الشيء، بس بيديك مساحه او مسافه انك تخشها قريب جدا جدا من المنتج وتاخد صور فعلا شارب، وبيجيب تفاصيل فعلا جميله. وعلى الصعيد العام اللينس ده شارب جدا، انا صورت بيه منتجات يا جماعه، وبرضه هسيب لكم صور من الصور اللي صورتها بيه، صور بتاعته فعلا فعلا شارب، يعني الصور انا بعمل زوم ان بحس ان الصوره كريسبي كده من غير ما اعمل اي حاجه في فوتوشوب او لايت روم، ودي حاجه كويسه جدا مع اللينس ده. في الصور اللينس ده الاوتو فوكس بتاعه سريع يعني بشكل كويس جدا، يعني ما يدومش على ان ده سعر لينس او ده فوكس لينس الفئه المتوسطه او الفئه الاقتصاديه اساسا، يعني الفوكس بتاعه في الصور فعلا رهيب وسريع واكيوريت. بس زي ما انا كاتب الحلو ما يكملش، اللينس ده في فوكس الفيديو رديء 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 رديء، واعتقد ان شفتوا حاجه زي كده في حلقه او حلقتين نزلتهم قبل كده اوتو فوكس باللينس ده، وكل الناس علقت لي في الكومنتس قالت لي في مشكله في الكاميرا، في مشكله في الفيديو. وللاسف دي كانت تجربه انا كنت بجرب فيها اللينس ده اوتو فوكس، وضحيت بالحلقه وصورت حلقه كلها اوتو فوكس، وبعد ما صورت جاي على الكمبيوتر شفت العجب، بس قلت هنزلها اشوف الناس تاخد بالها اصلا ولا مش تاخد، والموضوع هيبقى مزعج ولا لا. وبالفعل هو ازعجني انا شخصيا وازعج الناس اللي اتفرجت على الحلقه برده. فالاوتو فوكس في اللينس ده فعلا سيء جدا جدا، ما انصحكش لو انت مصور فيديو اوتو فوكس انك تشتري اللينس ده نهائي. اللينس ده تشتغل بيه مانوال فوكس فقط. وبرده ملحوظ صغير عشان الامانه، برده المانوال فوكس بتاع اللينس ده الفوكس ما بيستجبش معاك مع الرينج، يعني انت لو لفيت الرينج كده سنه ممكن الفوكس ما يستجبش معاك، لازم تقعد تلف كده وتست وتجرب عشان الفوكس يستجيب معاك بسهوله. على فكره اللينس ده انا شغال بيه يوتيوب للقناه مانوال فوكس عادي، بس يعني انا بقول لك لو انت واحد بتصور فيديو احترافي انت محتاج رينج فوكس يكون يعني ناعم قوي واكيوريت قوي والسنه فيه بتغير معاك، لا ده مش كده. بس مش معنى كده ان هو سيء، انا صورت بيه فيديوهات كتير بايدي وبلعب الفوكس او بغير فوكس اللينس مفيش فيه اي مشكله. انما اوتو فوكس ما انصحكش تفكر تشتري اللينس ده لو هتصور نفسك او هتصور اي حاجه بيه اوتو فوكس في الفيديو، هتجيبه صور بس هاته وانت مغمض. بالنسبه للفئه السعريه دي مفيش اصلا في سوني لينس في نفس الفئه السعريه دي. اللينس ده سعره على امازون امريكا غالبا اليومين دول بحوالي 200 دولار، فيعني لينس مش غالي خالص بالنسبه لباقي اسعار لينسات سوني. يعني جيت ل 35 مللي
1.8 السوني بالمصري دلوقتي عامله رقم عدى 14000 جنيه طبعا باسعار النهارده. اللينس ده لو قارنته بيها هتلاقي ان ده ارخص منها يعني حوالي اكتر من نص 2.8 بس السعر يفرق برضو. اخر حلقه سيبكم مع شويه صور متصوره باللينس ده سواء انا مصورها او هجيبكم على النت عشان في صور ممكن ماكرو انا ما صورتهاش. بسيبكم مع الصور وانتوا ليكوا الحكم طبعا وسلام.